السلام عليكم ورحمه الله. ارحب بكم اعزائي المشاهدين في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في اجنده هذا الاسبوع. في ذكرى ثوره الرابع عشر من اكتوبر نضال شعب يمني واحد. بحر العرب وخليجه في مرمى النيران والمناورات. ودعنا قبل ايام الذكرى الرابعه والخمسين لثوره السادس والعشرين من سبتمبر، الثوره اليمنيه الام التي الهمت كل الثورات والايام الوطنيه بعدها، بما فيها اعاده تحقيق الوحده اليمنيه وثوره الحادي عشر من فبراير 2011 والثوره الحاليه التي يخوضها احرار اليمن ضد مركب الجهل والقمع والتخلف الممثل في تحالف الانقلاب على الوحده والجمهوريه. وها نحن بعد ايام نستقبل ذكرى ثمره اخرى من ثمار الثوره الام هي ثوره او ذكرى ثوره الرابع عشر من اكتوبر على المستعمر الانجليزي في عدن وجنوب الوطن. تلك الثوره التي اندلعت بعد عام واحد فقط من ثوره 26 سبتمبر في الشمال اندلعت على ايدي ابطال على ايدي ابطال يمنيين حاربوا الامامه في الشمال وعادوا لمقاومه الاستعمار في الجنوب فنالوا الحسنيين معا. الآن في الذكرى الثالثة والخمسين لثورة أكتوبر نتساءل ما الذي يمكن أن تلهمنا إياه هذه الثورة ونحن في لحظة تاريخية شبيهة إلى حد ما بتلك التي قامت فيها ما الذي يمكن أن تقوله لنا هذه الثورة هذا هو موضوع حديثنا في المحور الأول من هذه الحلقة أما المحور الثاني فسنخصصه للحديث عن المناورات او المناوره السعوديه في خليج الخليج العربي ومضيق هرمز، المناوره الكبيره التي اطلقت عليها اسم درع الخليج واحد في سياق وفي ضوء الاحداث الاخيره في البحر العربي والبحر الاحمر وباب المندب والتهديدات التي شكلها الحوثيون وتشكلها ايران بالاصح على المنافذ البحريه. تبدا الحكايه دائما من عدن. تلك المدينه الهادئه على شط العرب الجنوبي. المدينه التي ذكرتها التوراه في سفر حزقيال في سياق الحديث عن تجاره البخور والتوابل التي كانت مرتبطه بمدينه سور اللبنانيه. البخور الذي ما زال يفوح منها حتى الان. هذه المدينه تصح عليها مقوله لعنة الجغرافيا فهناك دول ومدن يصبح موقعها الجغرافي الممتاز او الخاص سببا في متاعبها تماما مثل المراه التي والمراه الجميله التي يصبح جمالها احيانا سببا في نكبتها. تعد عدن اهم منفذ طبيعي على بحر العرب والمحيط الهندي فضلا عن تحكمها بطريق البحر الاحمر. وهذا ما جعلها مطمعا لمختلف القوى الدولية والإقليمية منذ زمن قديم كانت في بداية تاريخها المعروف تاريخ المعروف يعني كانت موطنا لمملكة أوسان اليمنية وطبعا هذه الكلمة كلمة أوسان هي كلمة يمنية قديمة بدلالة الألف والنون في نهايتها لأن الألف والنون في نهاية الأسماء اليمنية هي أداة تعريف أداة التعريف التي تماثل الألف واللام في بداية الأسماء في اللغة العربية الفصحى، ومن ثم فإن كلمة أوسان تصبح بالفصحى هي الأوس، ولا ندري ما علاقتها بكبيرة الأوس التي عرفناها في السيرة النبوية بعد ذلك في المدينة المنورة، لكن من المعروف أن هذه الأخيرة أي كبيرة الأوس مع الخزرج هي أيضاً كبيرة يمنية استوطنت. مع شقيقتها الخزرج مدينه يثرب في زمن مجهول حتى الان. تعرضت اوسان في الزمن القديم لهجوم كبير من قبل مملكه سبأ في فتره الملك السبعي كربائي وتر في حوالي القرن السابع قبل الميلاد او الثامن قبل الميلاد. ادى هذا الهجوم الى تقويض مملكه اوسان واصبحت مدينه عدن بعدها جزءا من مملكه سبأ. ومع تغلب مملكة حمير، فيما بعد بعد ذلك بمئات السنين على مملكة سبأ في القرن الثالث قبل الميلاد تحديداً. يعني انتقلت عدن إلى حوزة الدولة الحميرية. إلى الآن وعدن تنتقل من يد هذه المملكة اليمنية إلى يد تلك. كلها ممالك يمنية. أما أول غزو أجنبي تعرضت له المدينة مدينة عدن. فقد كان من قبل الساسانيين في القرن السادس الميلادي. والساسانيون طبعا هم الايرانيون بل هم اول من اطلق اسم ايران على هذه الدولة. الساسانيون هم اول من اطلق اسم ايران على دولة ايران المؤذية. والطريف ان الايرانيين انذاك او الساسانيين قد دخلوا عدن واليمن عموما حسب ما تقول الرواية دخلوا بطلب من زعيم يمني آنذاك هو معد يكرب سيف بن ذي يزن حوالي سنة 570 ميلادية و بطلب من هذا الشخص من هذا الأخ غير الشكيك لملك اليمن الذي خلعه الملك الحبشي أبرها وطلب من الساسانيين أو من الملك كسرى تحديداً كسرى الأول المساعدة لخلع ملك الحبشة الذي يحكم اليمن انذاك مسروق بن ابره وتولي العرش مكانه. استجاب الملك كسرى لهذه الدعوه وارسل جيشا صغيرا تحت قياده فهريز الى اليمن قرب مدينه عدن الحاليه، عسكروا قرب مدينه عدن. وهكذا كسب الساسانيون انذاك حليفا لهم في اليمن وهم محظوظين دائما يحصلوا حلفاء كسبوا حليفا صغيرا جعلهم قادرين على تأسيس قاعده في جنوب البلاد او في جنوب بلاد الـ الـ الوطن العربي للسيطره على التجاره البحريه في الشرق كما يحاولون الان. وهذا هو الهدف الاساس طبعا لدخولهم اليمن. ترك الساسانيون لاحقا المملكه العربيه الجنوبيه ثم ارسلوا لها بعثه فارسيه اخرى في سنه 598 تقريبا انتهت بنجاح و سيطرت جعلت جنوب بلاد العرب محافظة تابعة للدولة الساسانية واستمرت كذلك حتى ظهرت المشاكل مع بعد الملك كسرى الثاني في عصر صدر الإسلام كانت عدن قد أصبحت جزءا أو تابعة لمخلاف الجند وهو واحد من أربعة مخاليف يمنية قسمت آنذاك وظلت المدينة تحت سلطة الدولة اليمنية المتعاقبة عدن أصبحت مدينة جزء من الدول اليمنية المتعاقبة من زياديين وصليحيين وطاهريين إلى أن جاءت أول أو ثاني محاولة أجنبية لاحتلال عدن كانت من قبل البرتقالين إلا أنها فشلت لم تنجح وظلت المدينة في يد الطاهرين إلى أن استلمتها القوات العثمانية حوالي العام 1538 وكان العثمانيون في انذاك يعني في منافسه مع الدوله البرتقاليه التي كانت تمثل دوله استعماريه في تلك الفتره دخلوا في منافسه مع البرتقاليين على المنافذ البحريه في المنطقه وبقي الحال طبعا استحوذوا على عدن وبقي الحال على ما هو عليه الى يناير من العام 1839 هذا التاريخ الذي اقتحمت فيه بريطانيا مدينه عدن واحتلتها من ذلك التاريخ ولم تخرج منها إلا في العام 1967 على أثر ثورة شعبية انطلقت من جبال رتفان في العام 1963 بقيادة المناضل والشهيد راجح لبوزة وهي طبعا ثورة هي الثورة التي نحتفي بها أو نحتفي بذكرها الثالثة والخمسين بعد أيام والسؤال الذي ينبغي ان يطرح نفسه الان هو ما الذي يمكن ان تلهمنا به هذه هذه الثوره، ما الذي يمكن ان يلهمنا به هذا التاريخ الحافل من الاحداث في ظل ما تمر به اليمن من احداث عصيبه، ظروف عصيبه سواء في عدن او في غيرها نرجو ان نكون على مستقبل اجمل من المستقبل الذي مر معنا في هذا التاريخ نستنتج مما مضى ان التاريخ يعيد نفسه بصوره مكشوفه اليوم تقوم ايران الخمينيه في اليمن والجزيره العربيه بدور مشابه الى حد ما للدور الذي قامت به ايران الساسانيه في القرن السادس الميلادي والطريف ان اعذارها ايضا متشابهه في الحاضر وفي الماضي فالتاريخ يقول ان قائدا يمنيا هو الذي استدعى الساسانيين الى اليمن لتحريرها من الاحتلال الحبشي وهذا ما يشبه الحاله المعاصره ايران دخلت اليوم باستدعاء من قبل طرف يمني ولم يتساءل اليمنيون حتى الآن عن الدافع الحقيقي الذي جعل إيران آنذاك تلبي دعوة مثل هذه إذا صح أن هناك دعوة أصلا أنه احتمال كبير أنه إيران بادرت من نفسها بالهجوم على عدن وعلى المنطقة الجنوبية وسؤال وهل كان, هل كان لدى الساسانيين هذا السؤال ينبغي أن يطرح أيضا هل كان لدى الساسانيين من الشهامة كل هذا القدر الذي يضحون فيه بجنودهم ومالهم من اجل شعب او من اجل ملك لا يمت لهم بصله؟ ام ان دوافع الدول متشابهه في كل زمان؟ يقول البعض بعض المحققين ان دوافع ايران القديمه لاحتلال اليمن هي السيطره على طرق التجاره البريه والبحريه القديمه. كانت تمر عبر اليمن وعبر عدن تحديدا. في سياق التنافس الكبير بين إيران وبين روما آنذاك القطبين الكبيرين وكانت روما قد سبقت إلى محاولة السيطرة على هذه الطرق من خلال السيطرة المباشرة على غير المباشرة عفوا السيطرة غير المباشرة على الحبشة عن طريق نشر الديانة المسيحية فيها يعني الرومان كانوا قد سبقوا إلى الحبشة وأدخلوا المذهب الكاثوليكي واحتلوا الحبشة عن طريق المذهب كما يفعل الإيرانيون الآن في احتلالهم لليمن وقد رأت فارس أن من المناسب السيطرة على اليمن لمواجهة هذا التحدي الرومي القادم من الحبشة ومن الحبشة على الأرجح طبعا انتقلت النصرانية إلى نجران فيما بعد من الواضح أن دوافع الصراع الحقيقية آنذاك هي المصالح العلمانية أي المصالح الدنيوية أما الدين والمذهب والحق والباطل فهي ادوات الصراع وعناوينه لا دوافعه واسبابه تتعرض عدن للاحتلال في فترات ضعف الدول اليمنيه بشكل شبه دائم خاصه يعني في فترات الضعف اليمنيه الخاصه وفي فترات الضعف العربي عموما يعني. هكذا كان الحال عندما احتلها الساسانيون وعندما احتلها العثمانيون وعندما احتلها البريطانيون وها هم الساسانيون الجدد يحاولون احتلالها مرة ثانية بدوافع شبيهة شبيهة بالدوافع القديمة يعني دوافع مقاومة الاستكبار الروماني على قياسا على الاستكبار الأمريكي وربيبته الحبشة قياسا على ربيبته إسرائيل وتكون النتيجة بقاء المنفذ محتلا او تكون النتيجة هي بقاء الدول المنقذة او المحتل المنقذ بقاءه في اليمن الى اجل غير مسمى. الملاحظ ايضا ان المحتل الغازي لا يستطيع ان يستغني عن الذريعه التي تبرر عمله، هذه ملاحظه اخرى ينبغي ان ناخذها من الدرس السابق من التاريخ السابق. دائما المستعمر والمعتدي بحاجة إلى عذر أخلاقي وراء أي عمل أو احتلال أو غزو وإذا كان الساسانيون القدامى والمحدثين قد برروا دخولهم اليمن بمبرر الدفاع عن اليمنيين المستضعفين فقد صنع البريطانيون البريطانيون عذرهم أيضا عندما حاولوا أو عندما أقدموا على احتلال عدن فقد زعم البريطانيون انذاك ان سكان عدن قد هاجموا سفينه بريطانيه كانت قد جنحت الى الشاطئ شاطئ عدن وانهم نهبوها وان احد ابناء سلطان لحج تقريبا قد ساعد في ذلك وساهم في ذلك وعدن ايامها ربما كانت جزء من سلطنه لحج حدث هذا في العام هذه المشكله مشكله السفينه حدثت في العام 1837 يعني قبل عامين من الاحتلال من بدايه الاحتلال. طبعا الحقيقه غير ذلك، الحقيقه تقول ان بريطانيا كانت مهتمه بهذه المدينه والتي تقع في مكان مناسب بين الهند، الهند المحتله من قبل بريطانيا وبين بريطانيا. والحقيقه تقول ان بريطانيا كانت قد ارسلت ضابطا من قواتها البحريه هو الكابتن هاينز الى عدن عام 1900 او 1835 هذا الضابط ارسلتك قبل عامين من حادثه السفينه المذكوره وذلك من اجل معرفه مدى صلاحيه المدينه يرفع تقرير ليبين مدى صلاحيه المدينه لتكون قاعده ومخزنا للسفن البريطانيه وتحديدا سفن شركه الهند الشرقيه هذه الشركه الشهيره الكبيره التي احتلت الهند وصنعت الاعاجيب وقد كان الكابتن هاينز اه يعني عنده حسن الظن يعني قام زار عدن ورفع تقرير حنان طنان كما يقول اليمنيون يطلب احتلال المدينه لاهميتها وصلاحيتها للمهام المطلوبه على الارجح فان بريطانيا سهلت عمليه نهب السفينه التي جنحت بعد ذلك بسنين أو بسنتين سهلت عملية النهب ليكون هذا عذرا لها في احتلال عدن تماما كما يقال الآن عن أن أمريكا سهلت ضرب البرجين أو أنها نفذت ضرب البرجين في نيويورك للقيام بعمليات توسعية وعمليات حربية في منطقة الشرق الأوسط العراق تحديدا وأفغانستان وهو ما حدث في العام 1898 آه، الخلاصه كانت انه يعني هناك دائما اعذار جاهزه للدول الاستعماريه تتدخل بواسطتها الدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى وهو درس يعني واضح ودرس يتكرر ومع انه درس يتكرر امام الشعوب الا ان هذه الشعوب كما يبدو لا تتعظ ولا تستوعب الدرس ولم يكفيها مثلا على مستوى الشعوب العربية ما جرى في العراق ما جرى في سوريا ما يجري في اليمن ما جرى في لبنان وغيرها من الذرائع التي تسبب تدمير لاستقرار المجتمعات والدول ها نحن نتعرض لدورة جديدة من الاحتلال والهيمنة تتقدم هذه الدورة ذرائع مختلفة كذريعة السلاح الكيماوي في العراق ذريعة مقاومة أمريكا في اليمن وحرب إسرائيل في تعز وذريعه محاربه الارهاب في سوريا وهكذا ذرائع مكشوفه لكن شعوب لم تفهم الدرس بعد. لعل اهم درس تقدمه لنا ثوره 14 اكتوبر هو درس اليمن الواحد المتوحد مع اوجاعه ومع انتصاراته. هذا المعنى واضح اذا ما عرفنا ان ثوره اكتوبر في الجنوب كانت ثمره كما قلنا من ثمار ثوره سبتمبر في الشمال. ليس هذا فحسب بل ان رجالها انفسهم أو انفسهم وعلى راسهم المناضل راجح لبوزه ومعه اخرون كانوا يقاتلون في صف ثوره 26 سبتمبر في صف الجمهورية بصنعاء قبل أن ينقلوا النضال إلى الجنوب كما شهد بذلك زملاؤهم وكان راجح لبوزة وغيره يجتمعون في أكدوا أول اجتماع وأول ربما أول مؤتمر لتنظيمهم في صنعاء أما بريطانيا فقد كانت تعاقب صنعاء على دعمها لعدن بغارات جوية مشتركة وكأنها تقول أنتم جميعا شيء واحد على اعتبار أنه فعلا كان هذا يدعم ذاك وأيامها قصفت قعطبة وقصفة الصبيحة وقصفة حريب كلها بجريرة أو بحجة أنها تدعم ثورة ردفان كان هناك وحدة على مستوى المعاناة ووحدة على مستوى الشعور وبريطانيا فيما بعد دعمت الإماميين في مواجهة ثوار سبتمبر بريطانيا المحتله للجنوب كانت تحارب الجمهوريه في الشمال وقد اوردنا في حلقه سابقه شهاده وزير الدفاع المصري سعد الدين الشاذلي عن فضل ثوره فضل ثوره سبتمبر على ثوره اكتوبر وفضل المصريين على الثورتين معا وكنا طوال الوقت كما نقول وكما يشهد التاريخ وكما تقول الجغرافيا كنا طوال الوقت شعبا واحدا تاريخه واحد، هويته واحده، اوجاعه واحده حتى مع انقسام دويلاته. ولم يحدث فيما نعلم من التاريخ اليمني ان انقسم الشعور الوطني كما حدث اليوم بسبب سياسه الطغمه الفاسده التي اختطفت اليمن وحطمت فيه كل شيء جميل. منذ حرب صيف 94 وحتى الان من ثنايا هذا الحطام رأينا يمنيين يدوسون علم الوحده لاعتقادهم انه علم الشمال في حين انه العلم الذي كان يوما ما علمهم في الجنوب في جنوب الوطن العلم الذي اختار ثوار سبتمبر ان يكون علمهم مع اضافه نجمه خضراء في وسطه العلم الذي اختارت ألوانه أو اختارت ألوانه جميع البلدان العربية التي تحررت من الاستعمار والطغيان آنذاك أي أنه كان علم جمهوري هناك آه ردود أفعال عاطفية تنقصها الحكمة ينقصها التأمل ينقصها الخبرة وعادة نقول أنه مشكلتنا في الجنوب هي هذا التفكير المثالي الذي يؤدي عاده الى مشكلات كبيره. كانوا مثاليين حينما التحقوا بالاتحاد السوفيتي، وكانوا مثاليين حين قاتلوا بعضهم في 86، وكانوا مثاليين حين التحقوا بالوحده، وها هم وها هي المثاليه يعني ما زالت تهيمن عليهم حتى الان في دعوه فك الارتباط وما شابه ذلك في عام 1962 قامت الثوره على النظام الامامي الملكي في اليمن من قبل مجموعه من الضباط في الجيش ليصبح المشير عبد الله يحيى السلال هو اول رئيس للجمهوريه العربيه اليمنيه وفي السابع من اكتوبر من نفس العام اقر مجلس قياده الثوره الخاص في صنعاء شكل ولون العلم الذي شابه علم اتحاد الجنوب واختلف علم اليمن الشمالي بنجمة واحدة خماسية خضراء في مركز الأبيض ترمز إلى الوحدة والاستقلال مشاهدين الكرام إلى هنا ننهي الحديث في ملفنا الأول من الأجندة سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده للحديث عن التطورات الأخيرة في بحر العرب في ضوء الأحداث الأخيرة التي بدأت بضرب على السفينه الاماراتيه من قبل الحوثيين في قباله باب المندب ثم في المناورات السعوديه في مضيق هرمز والخليج العربي مرحبا بكم مجددا خلال الايام الماضيه تحدثت وسائل الاعلام عن ان الانقلابيين قد استهدفوا سفينه اماراتيه قباله مضيق باب المندب ودمروها الامارات اكدت الخبر وقالت انها سفينه اغاثه مدنيه في حين يقول الحوثيون او الانقلابيون انها بارجه حربيه مجلس الامن بدوره ادان العمليه ولم يهدد بشيء العمليه بالطبع مفهومه ومتوقعه والسؤال ليس كيف تمكنوا من فعل ذلك كيف تمكن الانقلابيون من فعل ذلك بل لماذا تاخرت ايران كل هذا الوقت للقيام بهذه العمليه هذا هو السؤال ايران تفكر وتخطط وهي حاضره في الـ في, الـ في اليمن وفي البحر الخليج العربي وفي كل مكان لماذا تاخرت هذه الضربه الى الان هذا سؤال أما الأهم من ذلك فهي دلالات العملية في هذا التوقيت خاصة وأن السعودية كانت قد أعلنت من قبل عن مناورة بحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز أسمتها مناورة درع الخليج واحد إذا الخبر كما يقول الصحفيون الخبر الحقيقي ليس استهداف الحوثيين أو الحرس الثوري بالأصح الحرس الثوري الايراني في اليمن استهدافه للسفينه الاماراتيه فهذا كما قلنا متوقع ومنتظر انما الخبر هو المناورات البحريه الكبيره التي اجرتها المملكه العربيه السعوديه في حدودها البحريه الشرقيه بالقرب من المياه الاقليميه الايرانيه هنا هنا الخبر لماذا؟ ليس فقط لانها المره الاولى التي تجري فيها السعوديه مثل هذه المناورات بشكل منفرد يعني بعيد عن الامريكان والبريطانيين وغيرهم ليس ذلك فحسب بل لان هذه المناورات جاءت تعبيرا واضحا عن تحول في مفهوم الامن القومي او مفهوم الامن لدى السعوديه ودول الخليج كما يقول الخبراء وهذا دليل واضح على ان امريكا قد انسحبت بالفعل من ادوارها القديمه في الخليج من من المنطقة. طبعا انسحاب غير انسحاب تكتيكي كما يقال. ويبدو انها جمدت التزامها بحماية امن الخليج والمملكة السعودية في مواجهة ايران. وفتحت الباب للذئب الايراني المتوثب للامساك برقبة المنطقة. رقبة المنطقة هنا هي المملكة العربية السعودية طبعا. وهناك العديد من القرائن الداله على ان السعوديه قد استوعبت هذا الانسحاب الامريكي او بالاصح استوعبت هذا الخذلان الامريكي لها في لحظه حالكه من تاريخ المنطقه والعالم. من قرائن استيعاب المملكه لذلك قرارات التكشف الاقتصادي التي اتخذتها في الفتره الاخيره. وكانها تقول ان المملكه مقدمه على ظروف صعبه تستوجب التفكير بطريقة جديدة وهي رسالة للداخل السعودي أكثر منها رسالة للخارج موضوع التكشف يعني المخاطر المحتقة بالمملكة السعودية ومن ثم باليمن لأنه أي مكروه يحدث للسعودية سيحدث لليمن بالتأكيد يعني أصبح الارتباط مصيري بيننا والخليج العربي أيضاً لو حدث شيء للسعوديه من قبل ايران الكل سيتضرر وستكون النتائج كارثيه في حال اذا حدث سوء للمملكه العربيه السعوديه، نقول هذا طبعا ليس حبا في المملكه العربيه السعوديه ورضا عن سياساتها ابدا فما زال لدينا الكثير من الماخذ والملاحظات على سياسه المملكه الخارجيه وخصوصا تلك الخاصه باليمن من قبل عاصفه الحزب وانما نقول ذلك لان الامن العربي اصبح مرتبطا اليوم بامن السعوديه شئنا ذلك ام ابينا. اي اعتداء على استقرار السعوديه سيعرض ما تبقى من الكيان العربي للتهديد التهديد الجسيم من قبل ايران. ايران التي اصبحت تتحدث بوضوح وصراحه صراحه المطمئن، صراحه الواثق. الواثق من ماذا؟ ربما الواثق من تعاون غربي. اصبحت تتحدث بوضوح وصراحه عن امبراطوريه فارسيه مهيمنه على المنطقه المنطقه القديمه. امبراطوريه فارسيه عاصمتها كما يقولون بغداد. هكذا كما قال علي يونس مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني تصريح الاول لسان علي يونس مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني بيقول ايه بيقول ان احنا اصبحنا امبراطوريه ده علي يونس مستشار الرئيس الايراني ان ان ايران اليوم اصبحت امبراطوريه كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا عاصمتها بغداد حاليا وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي في اشاره الى اعاده الامبراطوريه الفارسيه الساسانيه قبل الاسلام. لاحظنا هذا كلام معمم شيعي. ولما نقول معمم شيعي يعني رجل دين. ولما نقول رجل دين يعني من المتوقع ان نستمع منه كلاما بنكهه الدين كلاما يصدر عن المنظور الديني المنظور الاسلامي حتى لو كان منظورا مذهبيا المهم اننا لا نتوقع من رجل الدين رجل المذهب صاحب العمامه ان يتحدث من منظور ما قبل الدين منظور علماني او منظور ما قبل الاسلام لكن علي يونسي هنا يفاجئنا ويتحدث عن الامبراطوريه الفارسيه الامبراطورية التي كانت عاصمتها بغداد وكانت بغداد جزءا منها كما يقول يونسي الإمبراطورية التي قوضها العرب ولابد للعرب من أن يدفعوا الثمن الآن لتقويض هذه الدولة طبعا نحن هنا لسنا في مكان مناقشة هذه المسألة التاريخية وعلاقة بغداد بالدولة الساسانية المحتلة من المعلوم انه العراق جزء من المنظومه الساميه العربيه الساميه وان الساسانيون الايرانيين احتلوها في وقت من الاوقات، هذا ليس حديثنا الان لكن اشاره عابره. نحن هنا نحاول فقط لفت الانتباه الى ان ما يخبئه المعممون في ايران شيء اخر تماما عن الشعارات التي يرفعها الحوثيون وامثالهم من ادوات ايران في تمزيق الامه العربيه. الشعارات نفسها التي اسقطتها ايران بعد ان ظلت ترددها لعقود. ثم في ليله وضحاها قررت اسقاطها والاستغناء عنها بعد ان توصلت مع الشيطان الاكبر امريكا الى اتفاق. او اتفاقات. بعضها ظاهر والبعض الاخر باطل. ما زلنا في دلالات المناوره البحريه الكبيره التي اجرتها السعوديه بالاسطول الشرقي في مضيق هرمز. مضيق هرمز يعني المضيق الذي يعبر منه او تعبر منه قرابه 40% من نفط العالم. قلنا ان هذه المناوره وغيرها من التحركات الاخيره للمملكه السعوديه تدل على انسحاب الولايات المتحده من مسؤوليتها التقليديه تجاه الخليج والسعوديه. وهو ما سيدفع بهذه الأخيرة أو ما سيدفع بالخليج عموما إلى اتخاذ سياسة جديدة بخصوص حماية أمنها القومي الأمن القومي للخليج والمضيف في هذا الاتجاه لا شك أنه مكلف مكلف من الناحية المادية ونواح أخرى لكنه في نهاية المطاف مفيد جدا لهذه الدول على المدى الطويل إذا صدق المثل الذي يقول الرجل القوي هو الرجل الوحيد كلما كنت وحيدا معتمدا على نفسك أصبحت أقوى والتجربة التركية تدل على ذلك ويعني تصريحات أردوغان يعني في الفترة الماضية آآ عن آآ امتناع أمريكا عن تزويدهم بالسلاح دفعهم إلى التصنيع داخل داخل تركيا قال كانوا يمنعوننا البندقية الآن صرنا نستطيع تصنيع الباخره وتصنيع الدبابه الى غير ذلك. الحقيقه ان السعوديه والخليج اصبحوا يشعرون بتهديد واضح وجودي يحدق بهم من قبل ايران. وينبغي ان يدفعهم هذا الشعور، الشعور بالتهديد الى تبني عمليات اصلاح وتحديث جذريه داخل هيكل الدوله السعوديه على المستوى السياسي و يعني على المستوى السياستين، السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه. لانه في شكوى كبيره من هذه السياسات كما ينبغي أن يدفعها أن يدفع السعودية وهذا هو الأهم ودول الخليج إلى التفكير الجدي في دمج اليمن في الاتحاد الخليجي لا بد أن يفكروا في هذا الأمر لحاجة الطرفين الماسة إلى مثل هذه الخطوة اليمن بحاجة والخليج بحاجة إلى اليمن ونعتقد أن دمج اليمن في الخليج هو إحدى خطوتين ضروريتين ينبغي أن تقوم بها السعودية ودول الخليج في هذه اللحظة الخطوة الثانية هي الاتجاه شمالا باتجاه تركيا. تركيا التي تعد مع السعوديه هدفا اخر للمؤامره الدوليه التي اتخذتها او المؤامره الدوليه التي اتخذت المنطقه العربيه مسرحا لها. ويبدو ان القياده السعوديه قد ادركت بالفعل ضروره تشكيل محور قوه جديد في المنطقه. محور قوه ركناه الاساسيان هما السعوديه وتركيا ومؤشرات ذلك عديده فيما يبدو اخرها الزيارات المتتاليه للامير نايف بن عبد العزيز للجمهوريه التركيه وهناك دواعي عديده لمثل هذا التحالف السعودي التركي لا تقتصر على حاجه السعوديه وحدها لمواجهه ايران بل هو احد تكتيكات تركيا المفروض يعني لمواجهة التحديات التي تحتك بها من أكثر من جانب إذ أن وجود تحالف قوي يضم إليه أطرافا أخرى سيسهم في التخفيف من حدة التوترات في المنطقة وسيلجم بعض المغامرين من الاستطراد في تمزيق في تمزيق الممزق العربي وتحويل المنطقة إلى فوضى عارمة هذا من جهة المملكة والخليج أما من جهة تركيا فإن من المناسب أن نستمع إلى وجهة نظر أردوغان نفسه او نفسه حول اهميه هذه العلاقات وطبعا اردوغان بطبيعه الحال رجل سياسه لا رجل حرب تماما كما هو الحال مع الملك سلمان وحينما نقول انهم رجال سياسه فانما نتحدث عن الصفه التي افتقدناها افتقدها العرب طوال عقود ماضيه فقد كنا طوال الحرب في رفقه زعماء عسكريين ذوي ميول فوريه وسلوك عاطفي يفتقر الى الكثير من الحصافه والذكاء السياسي وهي الصفات التي أوصلت العرب إلى ما وصلوا إليه. لقد جرب العرب سلوك العسكر طوال العقود الماضية وكانت النتيجة مخيبة للآمال. وأصبح من حقهم أن يجربوا زعماء سياسيين ذوي أعصاب باردة وعمل جاد. نستمع إلى أردوغان. سأزور المملكة العربية السعودية في نهاية الشهر في زيارة رسمية. وسنناقش ونتناول هناك الكثير من المواضيع زيارات المسؤولين رفيع المستوى لكلا البلدين مستمره دوما نتكاتف مع السعوديه فيما يتعلق بقضايا المنطقه في قمه العشرين اجتمعت بشكل ثنائي مع خادم الحرمين الشريفين تحدثنا حول المواضيع بشكل موسع هناك تطورات جميله في العلاقه بين البلدين ونحن نرغب في زيادة رقعة التفاهم بين الطرفين إن ما نتمنى هو ألا يتم المساس بوحدة وتكاتف العالم الإسلامي أنتم ترون التحالفات التي تشكلت في وجهنا للأسف كلها تحالفات تسعى لتقسيم المسلمين وتفتيتهم علينا ألا ندعهم يقوموا بذلك إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الأجندة نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه